اهلا وسهلا بحضراتكم. هتكلم معاكم النهارده عن الالكتريكال فيكل بوليستر 2. تم تصميم بوليستر 2 خصيصا لكي تنافس تسلا 3. تم تصميم الكتريكال فيكل بوليستر 2 باثنين الكتريكال موتور، حيث تعطي قدره 402 هورس باور، تكون قادره لزياده التسارع من 0 الى 100 كيلومتر في الساعه، غير انها مزوده بمصابيح ليد من نوع ثور هامر المستخدم في منصة فولفو، وسقف بانورامي كبير، وإطارات رياضية عريضة. بوليستر 2 أول سيارة تستخدم نظام الـ HMI الجديد، وهو نظام أندرويد يستخدم في التحكم الصناعي، ويوفر استخدام جوجل سيرش وجوجل ماب والمتجر الإلكتروني، وغير أن هذا النظام. إذن المواصفات التي تحتويها بوليستر 2: رقم 1 2 محرك كهربي، قدرة 400 هورس باور، تقريبا قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 5 ثواني، وعزم دوران 660 نيوتن متر، حيث أنها تحتوي على بطارية 78 كيلو وات لمسافة 500 كيلو متر، وتوضع أسفل السيارة لتقليل الضوضاء، وتحتوي أيضا على نظام الـ HMI وإطارات رياضية عريضة وسقف بانورامي كبير ومصابيح ليد ثور.